الليرة السورية ما زالت متماسكة ومستقرة أمام الدولار الأمريكي والعملات في عموم المدن والمحافظات ما عدا إدلب والحسكة، وتقارير اقتصادية تؤكد أن الغلاء وضعف القدرة الشرائية يحرمان بعض الأسر من الاحتفال بأعياد الميلاد، وتقارير توضح استمرار حركة الصادرات السورية من الخضر والفاكهة خلال فترة الأعياد، واستمرار استقرار أسعار الذهب في الداخل السوري على خلفية استقرار سعر الأونصة عالميا. كل ده وبالتفصيل هنعرفه مع بعض من خلال الحلقة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جولتنا اليومية لاستعراض أسعار صرف الدولار وعدد من العملات الأجنبية والعربية أمام الليرتين السورية واللبنانية. بس زي ما احنا متعودين قبل ما نبدأ الجولة ما ننساش نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في البداية ففيها الخير والبركة، ويلا بينا نبدأ. أهلا بيكم. لا زالت الليرة السورية تحافظ على استقرارها وثباتها أمام الدولار الأمريكي والعملات في عموم المدن والمحافظات خلال تعاملات اليوم الثلاث 26 ديسمبر 2023 ما عدا إدلب والحسكة، ولا يزال الكثير من المواطنين يفتقدون القدرة على شراء وتوفير أبسط السلع الأساسية التي يحتاجونها في يومهم. فالتقارير الأخيرة التي تنشرها الصحف وتبثها القنوات الفضائية والمحطات الإذاعية تؤكد رغم محاولة تجميل الصورة أن هناك ارتفاع كبير في التضخم بالنسبة لأسعار السلع والخدمات، وهو الوضع الذي لا يستطيع معه المواطن شراء الأشياء التي يحتاجها، وذلك بسبب ضعف دخله أو راتبه، كذلك ارتفاع ثمن هذه السلعة. ومؤخرا وبالتزامن مع استعداد بعض الأسر للاحتفال بأعياد الميلاد كل عام والجميع بخير وفي سعادة دائمة، كشفت تقارير اقتصادية أن بعض الأسر ليس لديها القدرة الشرائية على اقتناء مستلزمات الاحتفال بهذه المناسبات، وذلك بسبب الغلاء الشديد في أسعار كل شيء. فكل ما يحتاجه المواطن مرتفع الثمن، ولا يجد مبرر لهذه الارتفاعات غير المعقولة والمستمرة إلا صوت التاجر أو البائع يهمس في أذنه ويقول له سعر الدولار يا أستاذ، وكأن سعر الدولار وتحركاته من ارتفاع أو انخفاض مرتبط برفع سعر السلعة فقط وليس مرتبط بخفض سعرها إذا تراجع أو انخفض سعر الدولار. وفي نهاية ذلك مزيد من الضغط والمعاناة يتحملها المواطن البسيط الذي يحاول إيجاد متنفس بسيط للحياة والعيش مثل باقي البشر. ورغم ما يعانيه المواطن السوري من سوء في الحالة المعيشية أجده لا يزال متمسك بآمال وأحلام عودة الحبيبة سوريا لما كانت عليه من قبل، الهلال الخصيب الذي يربط بين الشرق والغرب. وأقولها وأكررها في كل حلقة إن حييت: بلادك حياتك وشرفك، إن بقيت بقيت أنت وذكرت، وإن فنيت وانكسرت تشردت أنت بين الدول. فالتاريخ إما أن يذكرك بأفعالك الوطنية المشرفة أو ينساك للأبد. ووفقا لنشرات مصرف سوريا المركزي، سجل متوسط سعر الدولار مقابل ليرة سورية في البنوك رسميا 12500 ليرة وفقا لنشرة المصارف، في حين سجل سعر صرف الدولار مقابل ليرة سورية في المصرف المركزي رسميا 12700 ليرة وفقا لنشرة الحوالات والصرافة. واستقر سعر صرف الدولار مقابل ليرة سورية في السوق السوداء ليسجل مستويات 14200 ليرة للبيع و14000 ليرة للشراء. وبحساب السعر وفقا للسوق السوداء فإن ال100 دولار هتساوي 1,400,000 ليرة سورية. وفيما يتعلق بأهم الأخبار في الداخل السوري، تقارير تكشف استمرار حركة الصادرات السورية من الخضر والفاكهة خلال فترة الأعياد. وفي التفاصيل قال محمد العقاد عضو لجنة تجارة ومصدر الخضار والفاكهة بدمشق في تصريحات صحفية إن حركة الصادرات من الخضر والفاكهة مستمرة خلال فترة الأعياد وليس هناك أي عوائق على الحدود بالنسبة للصادرات الزراعية. وأوضح محمد العقاد أن حركة الصادرات إلى دول الخليج تعتبر جيدة لكنها لم تزد خلال فترة الأعياد، وبين العقاد أن نحو 25 برادا بشكل وسطي يذهب يوميا خلال الفترة الحالية إلى دول الخليج، أي بمعدل 625 طن محملة بالبندورة والرمان والحمضيات. وأشار العقاد إلى أن هناك زيادة بصادرات سوريا من مادة الرمان إلى العراق وروسيا، وأضاف أن نحو 100 طن من مادة الرمان تذهب يوميا عبر الخط البحري من سوريا إلى روسيا، أي بمعدل 4 برادات، على حين أنه يذهب إلى العراق يوميا عبر البر ما بين 200 إلى 250 طن، أي بحدود 8 إلى 10 برادات. وبين محمد العقاد أن حركة الصادرات إلى العراق من الحمضيات قليلة خلال الفترة الحالية،
وانخفضت بشكل ملحوظ منذ نحو الشهر تقريبا، نتيجة لعدم قدرة الحمضيات السورية على منافسة الحمضيات الإيرانية التي تغزو حاليا السوق العراقية باعتبار أن تكاليفها أقل من تكاليف الحمضيات السورية. وأوضح أن صادرات سوريا تنشط إلى دول الخليج خلال الموسم الحالي، والنسبة الأكبر منها تذهب إلى السعودية والإمارات والكويت. وفيما يتعلق بتحركات الذهب في الداخل السوري خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، فقد سجلت استقرار ملحوظ على خلفية استقرار سعر الأونصة عالميا. وفي كل الأحوال نتمنى تعافي الليرة السورية والاقتصاد السوري، ونتمنى تعافي جميع اقتصاداتنا في الوطن العربي، فكما نؤكد نحن جميعا نسيج واحد. وبالنسبة لأسعار صرف الدولار في عدد من المدن والمحافظات السورية خلال تعاملات اليوم الثلاث، سجل الدولار في دمشق 14200 ليرة للبيع و14000 ليرة للشراء، وسجل الدولار في حلب 14300 ليرة للبيع و14100 ليرة للشراء، وسجل الدولار في إدلب 14650 ليرة للبيع و14550 ليرة للشراء، وسجل الدولار في الحسكة 14650 ليرة للبيع و14550 ليرة للشراء، وسجل الدولار في منبج 14600 ليرة للبيع و14550 ليرة للشراء، وسجل الدولار في الرقة 14500 ليرة للبيع و14450 ليرة للشراء. أما بالنسبة لأسعار صرف عدد من العملات الأجنبية والعربية أمام الليرة السورية خلال تعاملات اليوم، سجل اليورو 15636 ليرة للبيع و15411 ليرة للشراء، وسجل الدولار الكندي 10714 ليرة للبيع و10555 ليرة للشراء، وسجل الجنيه الاسترليني 18030 ليرة للبيع و17766 ليرة للشراء، وسجلت الليرة التركية 489 ليرة للبيع و480 ليرة للشراء، وسجل الريال السعودي 3792 ليرة للبيع و3735 ليرة للشراء، وسجل الدينار الكويتي 46162 ليرة للبيع و45487 ليرة للشراء، وسجل الدرهم الإماراتي 3867 ليرة للبيع و3810 ليرة للشراء، وسجل الريال القطري 3901 ليرة للبيع و3843 ليرة للشراء، وسجل الدينار الأردني 20030 ليرة للبيع و19740 ليرة للشراء، وسجل الدينار العراقي 10854 ليرة للبيع و10702 ليرة للشراء، وسجل الجنيه المصري 458 ليرة للبيع و450 ليرة للشراء. وفيما يتعلق بأسعار الذهب في الداخل السوري خلال تعاملات اليوم الثلاث، سجل جرام الذهب عيار 24 936000 ليرة، وسجل جرام الذهب عيار 22 860000 ليرة، وسجل جرام الذهب عيار 21 822000 ليرة، وسجل جرام الذهب عيار 18 705000 ليرة، وسجلت أونصة الذهب 2053 دولار فاصل 10 سنت، وسجلت ليرة الذهب 6 مليون و561 ألف ليرة سورية اللي بتساوي 462 دولار فاصل 5 سنت، وسجلت أونصة الفضة 344726 ليرة سورية اللي بتساوي 24 دولار فاصل 27 سنت، وسجل جرام الفضة في سوريا 11084 ليرة. نكمل جولتنا للسعرات أسعار صرف الدولار وعدد من العملات الأجنبية والعربية أمام الليرتين السورية واللبنانية خلال تعاملات اليوم الثلاث، واللي وصلنا فيها لأسعار صرف الدولار في لبنان، واللي سجل في البنك المركزي اللبناني 15000 ليرة، وما زال سعر صرف الدولار مستقر في السوق السوداء في لبنان، اللي يسجل مستويات 89500 ليرة للبيع و89000 ليرة للشراء. دي كانت جولتنا لاستعراض أسعار صرف الدولار وعدد من العملات الأجنبية والعربية أمام الليرتين السورية واللبنانية. لو وصلك الفيديو ما توقفوش عندك، علشان غيرك يعرف الأسعار ويعرف تحديثاتها أول بأول، تابعني ودعمني، أنا حسين علي هقدم لك كل جديد في عالم الدولار وعالم الذهب. دمتم في أمان الله وحفظه،
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.